حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن ابي عبد الله حدثنا يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن زينب ابنه ام سلمه عن امها رضي الله عنهما قالت بينما انا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميله اذ حط فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال ما لك انفست قلت نعم فدخلت معه في الخميله وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من اناء واحد وكان يقبلها وهو صائم